طب هاخد من كلام كابتن طارق كابتن اسلام, وهل جنوب افريقيا واذا كانت تستحق فعلا البرونزيه بادائها ده كانت تستحق ابعد, وكانت فعلا احنا وصلنا لمباراه قويه كانت هي قدام نيجيريا يعني كانت تستحق كمان ممكن انها تلعب المباراه النهائيه, وكذلك رايك طبعا في الكونغو اللي هي زي ما احنا بنقول رغم انها كانت بره العشرة الاوائل المتوقعين قدرت توصل للمباراه قبل النهائيه وتلعب على الثالث والرابع؟ لا انا شايف انه النتيجه كانت طبيعيه في المباراتين بتوع نصف النهائي يعني, وكانوا الاحق كوت ديفوار ونيجيريا, ويمكن شايف انه النتائج جايه مع الثلاث مدربين المميزين اللي كانوا اشتغلوا بشكل تكتيكي كبير جدا في البطوله اللي هم دي سابر وبيسيرو وهوجو بروس, وطبعا علاوه على فاي اللي هو المدرب الشاب بتاع كوت ديفوار. فلو هنختص بالثلاثه الاولانيين للفرق جنوب افريقيا الكونغو نيجيريا, انا شايف ان هم كانوا الابرز في شغلهم في البطوله, وفعلا ادائهم اللي كان على بره الخطوط وفي اوضه اللبس بان جدا في الملعب.